إلى الحفاظ على المياه كمورد استراتيجي يرتبط أشد الارتباط بالمصلحة العليا للوطن. في حفر موقع عامي 1886-1889 الموافق 1303 هجرية 1306 هجرية، وقد أقيمت تخليدا لذكرى الجنود البواسل الذين دافعوا عن مصر ضد عدوها، الذين باتوا يتباهون بإعلامه الذي غزا خلاله أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة تظلهم بمظلة الحرية، تظلهم برضه ما جاش والله مبروك التي تذكر حقوقها باعتزاز بلدنا. الله يرحمه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انا عايزه شعور حضرتك ايه؟ شعور كمصري، مفيش اسعد مني كمصري. واحنا والله العظيم لا بنعمل حاجه للناس والله، واحنا الاجيال اللي جاي مش عاوزين نعمل حاجه عشان بكره، لا لا نعمل حاجه للاجيال اللي جايه. والله الراجل ده عامل لنا حاجه. دي ترعى دي حوالي 2 كيلو هتوصل للمصب اللي احنا هنروحه بعد كده. الترعى دي 500 متر. والترعى كلها ده 2 كيلو. ده هيعملوها نفق تحت النفق، يعملوا ترعى العمق بتاعها يوصل اعمق حاجه في ال 4 كيلو. عارف اعمق عارف اعمق ايه؟ ايوه عارف عمر عمق المجرى زمان قبل ما يبقى فيه بحيره. ايوه هيعملوا ترعه يبحثوها مكشوفه عمقها عمق عشان يبقى ميه، وتبقى الميه داخله لحد عندها بنفس اعمق حته في البحيره. أيوة. يبقى مش هيركب مواسير، هيعمل يخفض الزوار. لف معايا وشوف ويايا مصر بلدنا وصلت فين، هتشوف صورة غير الصورة من سنة فاتت ولا سنين.